حسام الكاريكاتور كفنان تشكيلي هو دائما واحد الفنان يتفاعل مع قضايا الانسان كيف ما كانت. وهذه المرحله اللي كيتخطى العالم والمغرب هي مرحله جد حساسه ومليئه يعني بمواضيع جزئيه. دونك احنا تفاعلنا بواحد الشكل مسؤول ومكتف نمارس البهنة يعني بواحد المتعة اللي كتخفف علينا حنايا وطأة ديال الحجر، هذا من جهة ومن جهة أخرى بمسؤولية كمواطنين. دونك حنا مسؤولين كذلك في دعم وتعزيز الإجراءات اللي كتقوم بها الدولة. نحن كفنان كاريكاتور نؤرخ لهذه المرحلة اللي كندوزوها، وكذلك نحاول أن ننشر البسمة، ومن خلال هذه الابتسامة كنحاول نساهموا أننا نخفوا من الوطأة ديال هذه الظرفية. كفنان أولا مواطن يلتزم بالحجر، دونك انا كنلقى راسي طول الوقت في البيت، هي فرصه انني نشتغل بزاف بالفن. الموضوع موجود يعني مصادر الالهام موجوده، دونك هنا كيكون واحد المجهود اللي هو مجهود خاص فيه اللمسه ديالي الخاصه، وهنا كيمتاز كل فنان رسام كاريكاتور على الاخر يعني. وكنلقى الفكره ومن بعد كنطبقها قبل ما نبتها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، لانها كتهمني بزاف. كنعول على وسائل التواصل الاجتماعي بزاف لانها كتعطيني مستوى التلقي في المغرب، شنو هي فلسفه ديال التلقي. وبالتالي انا كنأكد لك بان المتلقي المغربي هو واحد المتلقي يعي يعول على السخريه في انه يتواصل معك وهذا، والسخريه هو واحد الحس مغربي يعني مشترك. الماده الساخره عموما الماده الكاريكاتوريه على وجه خاص كتلقى اقبال كبير لدى المتلقي المغربي والمواطن المغربي، وهذا كيساهم بان العمل ينتشر اكثر على نطاق واسع، وهذا صراحه كيدعمنا وكيقول كيدعمنا بزاف اننا نشتغلوا. الدور ديال الكاريكاتور هو هذا التوعيه باي ظرف كيف ما كان، التشخيص ديال الظرفيه او القضيه، توضيحها، المساهمه في الوعي. صراحه انا هذه المره كنحسوا بواحد المسؤوليه كبيره، والدافع الوحيد اننا كنشتغلوا دافع للمواطنه. ان شاء الله ما بقى قد ما فات اننا نتخطاو هذه الظرفيه وهذا الوباء. وانا صراحه كان اسجل ان المغرب حقق واحد التميز كبير في انه في مواجهه ديال هذه الظرفيه، وانا فخور بهذا الشيء. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.